انت وقعت ولا الهوى اللي رماك؟ والله يا ابني ما انا شايف ابنك. مرحب مرحب، حصلت البركة. الله يبارك فيك. ازيك؟ الله يسلمك، وحشني موت موت موت. ان شاء الله ما تشوفش وحش. ما شوفش وحش، ما انا شفتك اهو. المخدرات اللي في المنديل دي بتتاجر فيها ولا بتستعطاها؟ معلش حقك عليا، سامحني بقى. انت عارف عقوبتها كام دي يا حلو؟ كام؟ 25 سنة يا جميل، ربع قرن يا رفضي. وانت يا واجه هالفوت، انت شريك ولا هتدعي الانكار؟ يا شاويش، القضية دي جناية ولازم تعرضها على المأمور في الحال. مأمور؟ هو المأمور فاضي عشانك انت يا هالفوت، يا ابن الهالفوت. امال ايه رأيك؟ ايه رأيي؟ رأيي انكوا تشربوا في السجن تحدي صباحا لما يجي حضرة المأمور. جرهم يا عسكري على السجن. يلا قدامك. وتوصل اخينا ده عشان معرفة قديمة. حاضر. ايوه من ايام الجيش. قول. والله وقعت يا ولد. خش. وانت كمان. فين؟ السلام عليكم يا رجاله. انا عايز اعرف ايه اللي جاب لك حته الحشيش دي. والله يا علم علمك، لكن انا دلوقتي صدقت المثل اللي بيقول يا ما في الحبس مظاليم. والبنات هيقولوا علينا ايه دلوقتي؟ يقولوا علينا ايه؟ حشاشين. حميده تعال حميده. ايه دي؟ ايه ده كده 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 كده. ما تكلمات شيل ابن حميده. عزيزه. ايوه عزيزه اللي ربنا نجاها منك يا حشاش. انت حشاش؟ مين قال لك الكلام ده؟ الباز افندي قال لنا على كل حاجه. الباز افندي؟ ايه مش عاجبك؟ على الاقل راجل شريف مش زيك حشاش. فاكر لما دخلت وراها الاوضه وقعدت تكلمني؟ تمنيت ساعتها انك تتجوزني بدل الباز. كنت مغشوشه فيك، فاكره نفسي ان انا بحبك. وبعد ما خرجت قعدت اعيط لوحدي في الاوضه زي المجنونه. انما دلوقتي انا بقيت اسعد انسان في الدنيا، لاني سمعتك بتقولي بلسانك انك بتحبيني. كنت. ودلوقتي بس حسيت بالسجن والقضبان دول، لان لولاهم كنت بوست شفايفك الحلوين اللي سمعت منهم اجمل كلام في حياتي. وانت بتوطي علشان اشوف ابن حميد وانا كمان. الله ايه؟ مفيش فايدة، انا مش هشوفك. ابن حميد. ايوه حميدة. ما تنزل بقى سروميو. يلا بيشوف تاني الوكل ظلط. ايدك بقى هتدور عليك انت يا عم. اعملها لي كده. اخينا. هتغيب كتير يا ابن حميد. والله اذا كان حظي كويس هغيب 15 سنة بس. ما تقلقيش يا حميدة، إذا غبت ما تخافيش جايلك. ما تعرفش تذهب يا ابن حميدة. يا نهار اسود. عيب يا حميدة، ده أنا راجل مواطن شريف. وشرفك عندي، أنا مواطن شريف. الوداع يا مواطن. خد باي يا شريف. مع السلامة حبيبي. بيخبط. صباحيا مباركة يا ابن العبيطة.
الله يبارك فيك. عقبال عندك يا شاويش. عقبال عندي يا اخي. اخرس ده قطع لسانك قليل الادب. فوت قدامي يا مجرم انت. هو فوت فوت. اطلع اطلع اطلع. احنا رايحين على فين يا شاويش؟ رايحين فين؟ رايحين لحضرة المأمور، ثم إلى النيابة، ثم إلى المحكمة، ثم إلى السجن. 25 سنة. إذا كانت أخلاقك كويسة يبقوا 20 بس، أما إذا كانت أخلاقك زي صاحبنا ده يمكن يعدموه. واقف ليه يا حيوان؟ استني بعيد. ثم امشي قدامي. ادخل. المتهمين في قضية المخدرات يا فندم. لو سمحت يا فندم، في حاجة مهمة لازم اقولها. اتفضل. ايوه بس الشاويش اطلع برا. اطلع برا ليه؟ قول اللي انت عايزه. اتفضل. اتفضل. استريح حضرة الضابط. تشك. ادي حضرة الصول. صول. صابت. صابت. قهوة قهوة يا مشاويش عطية. حاضر يا فندم. تجيب القهوة بنفسك ومش عايز حد يدخل هنا. حاضر يا فندم. ازاي الكلام ده؟ ملازم أول حسن محمود وصول حميد السيد. ازاي تفضلوا ساكتين لغاية ما تباتوا في السجن؟ أصل احنا في مأمورية سرية. وما كناش عايزين حد يعرف غير سيادتك. وعلى العموم حبسنا ده هيساعدنا في مأمورية. عندك حق. أنا حالتي بالحكاية كأن البوليس ما خدش باله من حكاية الحشيش، وإن حجزكم كان لعدم وجود أوراق شخصية، ونفرج عنكم بالضمان الشخصي. كويس، متشكر يا فندم. بس ممكن الباز السمسار هو اللي يضمننا. اشمعنى الباز يعني؟ لأنه كان عارف إنه معانا حشيش، ولو حضر الإجراءات مش هشك أبدا في طريقة الإفراج عننا. لا معلش، هنشربها عندك يا شاويش. امرك فين؟ ويبعت لنا الباز السمسار يضمن عليهم ويفرج عنه. حاضر. شاويش عطيه. نعم. الكلام اللي سمعته هنا مش عايز حد يعرفه ابدا. حضر. حتى ولا الضباط. حاضر. مفهوم؟ حاضر يا شاويش. الله خير. كيف اروح لحد رتولك؟ حاضر. احنا متشكرين خالص يا حضرة المأمور. مع السلامة، وأي مساعدة تطلبوها اتصلوا بي على طول. ربنا يوفقكم. ابعت الفراش ينظف الدواء دي. حاضر. سماح المرة دي يا حضرة السود، اللي ما يعرفك يهلك. معلش يا سماح. سامحني؟ ده أنا مبسوط منك لأنك قمت بالواجب بتاعك وزيادة كمان. بتضحك يا ابن العبيطة؟ العفو بالعفو. عفو مني يا رفضي يا ابن الرفضي. بس يا حميد خلينا نخلص شغلنا. الله يخليك يا حضرة الضابط. اتفضل يا حضرة الضابط. اتفضل يا حضرة السود. اتفضل. لا 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 لا، خلينا زي ما احنا. احنا اتنين متشردين بتعمل لهم محضر تحري. اوعى تغير معاملتك لينا والا يبوظ الشغل كله. حاضر يا فندم. حاضر. بلاش يا فندم دي. حاضر يا فندم. ما بلاش يا فندم دي. اسمع يا شويش عطيه. نعم. الباز يا فندم جاي هنا دلوقتي. ايوه فندم. تمشي في اجراءاتك قدامه بالظبط كاننا اتنين متشردين واقفين قدامك. حاضر يا فندم. يا شويش انت ما بتفهمش. بلاش يا فندم. طيب يا مجرم. برافو، هذا الشغل. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. صباح الخير يا شويشنا. صباح الخير يا باز يا فندم. ايه خير في الولدين المتشردين دول؟ قبضنا عليهم وما لقيناش معاهم بطاقات شخصيه، وعاوزين حضرتك تضمن عليهم. بطاقات شخصيه بس؟ امال كنت فاكر ايه؟ لا 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 ابدا ولا حاجه. يا سلام، ده انا اضمنكم بعينيا الاثنين. انت تعرف الاوباش دول منين يا باز يا فندم؟ والله دول فيهم واحد عديلي انا. مش كده يا ابن حميدو؟ انا ليا الشرف يا باز يا فندم. بتضحك قدامي يا رفضي. الله الله الله، انت هتقف
كويس ولا استعمل لك الجزمه الميري يا متشرد يا ابن المتشرد؟ يا سيدي كتر خيرك متشكرين. تسمح لنا نروح بقى؟ نروح ليه؟ في بيت ابوك اظن. ده انت لسه قدامكم اجراءات وفيش وتشبيه ونيله سودا على دماغك ودماغ اللي خلفيتك. طبعا انزلكوا بقى لغايه ما تكملوا اجراءات القريه بتاعتكم. انا هروح البيت ابشر الجماعه واجيب المأذون انا. انا رفضي ده، انا مش هسيبك الا لما اشرب من دمك. وبعدين معاك يا ابن حميدو، احنا جايين هنا نهزر ولا ايه؟ الله يخليك يا حضره الضابط، انا متاسف اللي حصل والله. بالعكس، انت كان لازم تعمل كده قدام البازو اي واحد يخش علينا. متشكر يا حضره الضابط، بس ما احبش حضره الصول يكون زعلان مني. انا غلطان يا حضره الصول، انا متاسف. اعمل معروسك، انا هخرب بيتك وبيت اللي خلفوه. تعرف لو اشوف خلقتك قدامي تاني مره عشان تطهالك انت صاحب الشنطه. انت لسه واقف قدامي يا صنم يا ابن الصنم يا بجن يا ابن البجن. امشي طبعا، امشي.